شخصية محمد ربيع. الحمد لله فرحان بزاف بتتويج الاحصاء الرياضي في سنه 2015، ويعني بالنظر للانجاز اللي قدمت لرياضه الملاكمه، الانجاز الجديد على رياضه الملاكمه، والحمد لله يعني كنتمنى ان كل سنه نبقى ندير شي انجاز اللي يكون مزيان في الرياضه ديالي، ونبقى ندير احصاء رياضي كل سنه ان شاء الله. اختار هذه الهوايه من طرف العم ديالو اللي كان كيرافقو مع النادي ديال جمعيه الشباب البرنوسي. من بعد بغى هذه الهوايه، اختارها، ساعدته عليها، ما بغاش كره القدم، بغى هذه الهوايه. عرفت عنده ميول ديال الملاكمه، ترك لي الحريه ديالو، ساندته ساعدته من الطفوله ديالو، كنرافقوا القاعه، كنجيبو الى ان وصل السن غالبا 12 سنه او 13 سنه، اصبح كيمشي مع الرفقاء ديالو ابناء الحي. ان شاء الله الالعاب الاولمبيه غادي نكون محضر لها مزيان، هو ناخذ دابا مع المدير التقني والطاقم التدريبي للمنتخب الوطني مع تنسيق من الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه. يعني غادي نلقى واحد البرنامج اللي غادي يكون على مستوى عالي، يعني التهيئ للالعاب الاولمبيه، غادي يكونوا فيه معسكرات تدريبيه خارج ارض الوطن، ومسابقات يعني مسابقات على مستوى كبير في بلدان يعني كبيره في رياضه الملاكمه. ان شاء الله غادي يكون غير خير من هنا للالعاب الاولمبيه ان شاء الله.